مساء الخير. قربت الصيفية والحرارة العالية اللي شدناها الأسبوع الماضي خلت معظم الناس يتوجهوا على البحر ليمارسوا رياضة السباحة ويتشمسوا تحت أشعة الشمس القوية، واللبناني كل شي بإيده بكبه بالبحر. صدق المثل اللي قال عمول منيح وكب البحر، بس المثل ما قال كب نفاياتك بالبحر، لأنه هالنفايات عم بتروح كزدورة مع المي ويرد الموج على الشط. هيدا هو الواقع اللي عم بيزيد من تلوث الثروة الطبيعية عنا، والحل هو أنه نكون واعيين لهيك أضرار بيئية لنساهم بنظافة بحرنا. بالعودة لطقسنا، كتل هوائية باردة نسبياً عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ورح تنحسر الليلة، أما الحرارة فمعتدلة والرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج وحرارة 118 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع تكون ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة بسبب انحسار الكتل الهوائية الباردة، ولكن الحرارة رح تبقى منخفضة خلال الليل خصوصاً على المرتفعات. ولبكرة طقسنا غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار مع برق ورعد بالشمال الشرقي بعد الظهر. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 7، بالبقاع رح تسجل 6 والأرز درجتين تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 13 إذن ببكريت، نرجع نتوجه إلى الكارنتين 20، جنوباً علم الشعب 19، شقيف 14، بننتقل من بعدها إلى رومية 17 أو رومي 17، الشواغية 19، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، وعم بتكون الرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 11 أدناها أقصاها 19، السبت بتتراوح بين 11 و20، ونهار الأحد بين 12 و19 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا إذن من عمان 18، دمشق 21، وننتقل من بعدها ونروح إلى الجزائر 18 وتونس 19، ومنوصل بنهاية مشوارنا إلى روما 14 وأتينا 16. وهيدا كان كل شيء. باي.